وأداء طلائع الجيش مختلف عن الشوط الأول. أدي جماهير الزمالك بتشجع وبتؤازر في كل مكان وفي كل زمان، صحرا كان أو بستان، ورا الزمالك على علي وفاول جوه منطقة الجزاء والشناوي. هوبا 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 جوه الجول، محمود فتح الله والهدف الاول في هذا اللقاء اعزائي المشاهدين للزمالك. محمود فتح الله كما افتتح اهداف الزمالك هذا الموسم، فتح الله يفتتح اهداف الزمالك في هذا اللقاء. ضربة راس رائعة ومتابعة جيدة جوه منطقة الجزاء للضربة الثابتة، وخطأ محمد الشناوي يحاول عليها سامح حسن لكن تسكن الشباك، والمرة دي مش تسلل. هوبا 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 جوه الجول يا فتح الله، محمود فتح الله لاعب الزمالك والهدف الأول في هذا اللقاء، وضربة رأس جميلة 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 يا فتح الله جوه الجول. أدي الفرحة مع حسام حسن، أدي الهدف مع حسام حسن.